ناخذ اذا هذا المثال، اذا هذا المثال عندنا هون هيدروليك سيلندر، هذا اكزامبل اكزامبل 3 8 فروم اسبوزيتو. انا حولت كل اليونتس هون ل اس اي. طيب في عندي هون الريكوايرد فورس لهذا السلندر 35 كيلو نيوتن، وبعدين تي عندي هون 10 سكندز. تي يعني اللي هو الزمن اللي بينتقل فيه من البدايه للنهايه، فهو بيحدد اعمال السرعه بناء على الستروك، والستروك يساوي 3 متر. اذا بدنا السلندر يتحرك مسافه مقدارها 3 متر بزمن مقداره 10 سكند، فالسرعه واضحه انها الفريشن ديش عندي هون في من 3 على 10 في 0.3 متر بير سكند، هي السرعه تبعت السلندر. وبدي بهاي الفتره يعطيني تورك او فورس مقدارها 35 كيلو نيوتن. هلا البمب افيلبل، في عندي بمب معطاه، والبمب بتعطي 1000 اس اي pounds per square inch. بتساوي 1000 PSI، و 1000 PSI راح نحولها بوينت، انا عارف ان هذا بس خلينا نتدرب على التحويل. فعندي هون عندي طبعا هذا pound force، pound force per square inch، واذا بدكم تحطوه بهذا الشكل بامكانك تحطه انش تربيع، وهذا باوند فورس، اوكي؟ اللي هي الوزن تبع باوند من الماده من الكتله، اذا عندي باوند من الكتله الوزن الفورس اللي عليه من الجاذبيه الارضيه راح تكون، وهلا هون عندي راح ابدا احول، فراح احط هون هلا 0.4536 كيلوغرام، اذا بدك فورس بتساوي 1 باوند فورس. واحد كيلوغرام فورس، قديش قوة الجاذبية على واحد كيلوغرام؟ 9.81 نيوتن. عندي 9.81 نيوتن، هيك الوحدات أحسن، هيك أصح، ها؟ كيلوغرام فورس بتشطب مع كيلوغرام فورس، باوند فورس بتشطب مع باوند فورس، وطلع معي الجواب الآن بنيوتن، بس عندي مشكلة إنش إنش، فبدي آخذ الآن واحد إنش بتساوي 0.254 مترز. مضبوط هيك؟ فصار عندي هلا هذا راح يصير تربيع تربيع تربيع، وهذا راح يشتغل مع هذا اللي هون، المفروض اليونت خليني اتاكد انها تطلع مضبوطه 6 8 9 7، هذا كله الكونفرجن فاكتورز اللي بتطلع هون، وبيطلع الجواب في النهايه نيوتنز بير سكوير متر، هي سكوير متر وهي نيوتن، هذا الرقم تاكدوا لي هذا الرقم مضبوط بيطلع 6 8 9 7 هذول اللي هو 0.4536 مضروب في 9.81 على هذا، فبيطلع معي الجواب النهائي تقريبا او بالضبط بيطلع 6.897 ميجا باسكال. اوكي، هاي هي البريشر اللي بتعطيني اياها البامب. اذا عندي بريشر وبدي فورس مباشر ايش بقدر اطلع؟ الاريا، عندي البريشر مضروب في الاريا معطينا فورس، عندي البريشر 6.897 مضروب في الاريا اللي هي مشغوله بده يعطيني 35، 6.897 تايمز 10 تو ذا 6 ميجا باسكال بيساوي 35 تايمز 10 تو ذا 3، فاي لازم تطلع مباشره بالسكوير مترز 35 تايمز 10 تو ذا 3 على 6.897 تايمز 10 تو ذا 6، فبتطلع معي مساحة السلندر أو مساحة البيستون الأريا تبعته بتطلع 5 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 مضبوط؟ اللي هي 0.5 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 سكوير مترز بتساوي 0.05 سكوير مترز. اللي هي يعني ايش؟ يعني 5 اقل من 5 سنتيمتر مربع
100% 10,000 إذا ضربنا هاي في 10,000 بصير عندي 1 2 3 4 اللي هي المفروض إنها بتساوي 50 سنتيمتر مربع. مزبوط تحويلي؟ 50 سنتيمتر مربع. 50 سنتيمتر مربع دجل الخمسين تقريبا 7. فكأني إذا بدي أقدرها بس تقدير كم عمالي بقول إن المربع طوله تقريبا 7 سنتيمتر. أديش 7 سنتيمتر؟ هاي تقريبا 7. اوكي طبعا هي مش مربع ها هي دائره. طيب اذا عندنا هلا هون 50 سنتيمتر مربع او 5 بالألف متر مربع. ممكن نطلع الدايمتر، انا هون مطلع الدايمتر، فبطلع الدايمتر تبعها هاي الدايمتر اذا كانها دائره هذا بيطلع الدايمتر معي هون 80 80 ملم يعني تقريبا بهذا الحجم اهو وبهي المساحه. طيب طلعت معي الاريا، ايش لازم الاقي الان؟ الفلوريت. الفلوريت مفروض سهل لانه عندي سرعه جاهزه، هي السرعه 0.3. فالفلوريت ايش راح يساوي؟ كيو راح يساوي في مضروب في اوكي في اللي هي 0.3 مش هيك؟ 0.3 متر بير سكند. في A اللي بخليها بالاس اي 0.005 سكوير مترز، فبطلع كيو معي 1.5 تايمز 10 تو ذا ماينس 3 مضبوط. هذا كيوبيك متر بير سكند. بس كل 1000 لتر شو بيساوي؟ قديش المتر المكعب كم لتر بيساوي؟ 1000 لتر مش هيك؟ فهي ضربتها في 1000 بتعطيني 1.5 لترز بير سكند. هاي بس حتى يصير عندك حس انه قديش عم بحكي، قديش الكميه اللتر، يعني كل ثانية عم بتدفق 1.5 لتر في هذا السلندر.